جابوا النص مش عارف يبقى بدل محمود شريف الشاعر السلالي، نص طويل من رواية اسمه ستودنت ان ذا سكول اوف ستريت. ستودنت ان ذا سكول اوف ستريت الى محمود شريف. واحد كاني اود ان اقول اقصر الحواديت لي على منوال السبت اقلها بالمصادفه قد يمضي على وتيره المعقول عليها بما يكتمني بلسقه المتبجح لمرحله لا تحكمها المرحله من حجب لغيوب تسترها خلاعه المستقبل مثلما لا محيص من حرز حصين سواها بمدد الشارع سواي لمثلي مثلما يستدل بشاعر الشعر على هدى الطريق. اثنين اكرهني حين اتمادى في محبه العالم عندما توشكني الاغاصي لدفع ضر المؤذي اذ ليس من المؤكد تقديري لخصوصيه العزله كما ليس بصدقتي مندوحه لمعبديه النار في تقديس المغلوبين الالوهيه. التيار قبل ذمه الطيلسان قبل الطاغيه للنص يطمع بتاريخ مضارحه الثوار قبل بالمنافحة بالمعضلة ترويد السائس كما بالسائق من تشويق الحداثة الوجودية لسؤال العراقة عن ماهية شعيرها الغجري المتجول. ثلاثة قبل طير الرماد قبل المياه تعادلها شعبية الأرومة قبل من الخسة استبلغ منتهى تدبرها بالمنفلت بما عن رفعة من موقف تداركها بكتابة التاريخ بمن لإعادة المصائر حضرة المهول من سخرية تناظر المقادير. أربعة الديمقراطي للنضال المتحرك هكذا في الطريق الليبرالي السابق عالم افتراضي متوهم يعتقل بيقين مطلق دندانة الدكتاتور. يركض الشارع انعطافه للحريق الشعبي يبلغ منتهى التدبير نفاذ الأهلية من جراب الرائد كما عنها البلاد تؤخذ طيلة في غدر العلوم كما بها الحضارة من دجلة العبقرية تسترد بمتردم الشعراء السوفسطائيين لسان القبيلة الهمجية قبل ميراث عوائي بآب جوادي. خمسة بالغصن تتمخض اختلاجات السمرة على المدرج بالجامعة تسق بالشارع لعلعة البارون بذرة من أمشاج الوطنية تقود الأعمى بالأعمى نحو تبجح عن جهية المدير. ستة النتيجة بغير تعويض بخسارات الندوة تخلص بها حساب مبادرة غيرها محجوبة باللغة السائقة تحلل حرمة المحروس لملائكة بالسلد والبرد تغسل جنازة رجل في المريض للصالحين ميراث الأرض للمهاجر طيور الجنة الخضر ترفرف مأخوذة عدة المنيع فوق عرشي خلاف الراشي. سبعة أنا لا أسأل عن هويتي مثلي لو يفعل محجوب شريف لو يكف على طريقتي تلافي خيارة المضطرس لو مثل محجوب شريف حالة يندر توصيفها مثلي حينما عن هويتي بالمسرد يتوحد بالمحبوك هواية الذروة بالمعترك سؤالي أسلوبي. ثمانية وسواس يخبر استيريا الحالة كما لا تراني عليها تؤسس بالأيديولوجيا بيانكما ضد جحيم الآخر كما لا أرى أتواضع على القصيدة المتبجحة بغصوة تدعوني لمنافحة النغيل لمساجلة رعونة الناقص. في قلبي لا في قلبه يسكن الشاعر الشعبي يسكن الشاعر الشعبي حارة الرجال مثلي لو عن التسرية تسريح لحافة التنظيف مثلهم لو من الصيرورة تحولات السياسة من حائل إلى حائل. تسعة لمن أقول أنا ماذا؟ أقربني من أجل ذلك لزلفى ما يؤخرهن لمحفلي اللغوي لفاصلة الجلس من جذالة المتون ومن نواسخ النعوت لقطاع تجاوز الفتنة هناك استحالة المتحقق غرام الهجرومية أو هنا عند مدارك المتخلق من ميتافيزيقيا الهدوس. عشرة مقطع عشرة
الإسرافي يفر بجلده إليه، اللحظة المباهرة بالليون كالمدينة من زيق اللذة القاوي، المريد لخيلاه المتكبر من عرض رسالات المخزي كالمحجوب الشريف في مسلمية التوكل، يستبطر بأوجاع المبرح ملاهينا واصطبط الصليب. هل من مدين يستشفى به من عني المتوعد؟ هل من حضرة وسوسة في العادة تعكف بها على التقديس؟ كمثل المتبرئ للكولونيلية يمعن عند مطار المهاجرة في مطاردة الأسر في أعقاب الفرار للكتابة على الكتاب. بلاشا منصرفا بدماسة فصاحتها يستأذنه بالخروج على متاهة الإمبراطور وحدها، ربما من يتعهدها في الخلو والرعاية فيما عن ضغينة الأم المهملة الخبير المسافة وقد طفقت بالثورة على النزول فوهة مدفع الوقت. ناصر لا أسرع من ذلك ولا أقل، أناضل وأتعلم من مهنة الإشارة، تلميذ نجيب يحفظ بعواطف الجائز عهد مسافرتي لنضال الوطني المتجدد بحيادة غيري غير المؤتمن بما لا يؤمن بما لا يؤمن ولا يؤمن قد حضر مجرى من نوايا البريد لا يروي من الخاسر إلى عودته إليه. شكرا جزيلا. جميل يا أستاذ وضع أبو دمت للشعر عنوانا وبيرغا، وشكرا لك.